الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشاعات وأكاذيب، والمقصود بها الإشاعات والأكاذيب حول الدعوة السلفية، ونعني بالدعوة السلفية الدعوة القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذه هي الدعوة الوحيدة التي لها أدلة صحيحة ولها أوجه استدلال في مكانها، بخلاف جميع الدعوات الأخرى، لأن الله تعالى قال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. رب العزة والجلال في الآية دي بيبشر صنف من الناس، وهذا الصنف على ثلاثة أقسام، يبشرهم بأمرين: الأمر الأول بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، والأمر الثاني بأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي آيات أخرى تجري من تحتها الأنهار. وهذا الصنف هم الذين قاموا بهذه الدعوة، وهم على ثلاثة أقسام: القسم الأول المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والقسم الثاني الأنصار الذين نصروا المهاجرين وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث وهو إلى قيام الساعة، وهم الذين اتبعوهم بإحسان. شكل الدعوة اللي بندعو لها، تدعو لشنو؟ القرآن، وتاني سنة، وتاني بفهم السلف، مش قرآن وسنة بفهم الترابي ولا بفهم البرعي ولا بفهم الصائم ديما ولا بفهم حزب التحرير ولا بفهم جماعة التبليغ. ده كله الناس على انحراف، وسيأتي البيان مفصلا إن شاء الله تعالى. لكن الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وديل الله كلهم بيدخلون الجنة، ما في صحابي واحد بيخش النار. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وده درب الجنة لو دار تسلكه. والدرب ده ما فيه تسجيلات ولا فيه شطب، تعال ابقى معانا وسجل وندق بطاقة واستمارة وتجديد كل سنتين، وانت مع الحزب، ولا دارين اتحاد، ولا دارين نخش في انتخابات، ولا دارين من الناس شيء، دارين الناس تهتدي وتسلك المنهج القويم. والحمد لله الطلاب بيميزوا، بعد شوية تعرف في ناس مرضانين بيسخنوا، وديل في الجامعة دي في مرضانين كتار جدا. في بعض الأحزاب أنا شايفها بدأت تتلاشى، بدوا زي التلج الساح، الشمس سخنت ساح، لكن أكثر اثنين قاعدين يصرخوا في البلد دي الصوفية وجماعة الإخوان المسلمين. ولا لم نسخنك كدي لما تسوح، شفتها؟ تسخن تكورك، وأي كضبة تجيبها إن شاء الله بنرد عليها. وبالوثائق جايين الليل الإشاعات والكذب، لأن أصله سخننا كذي لمينا في الناس زي الله يتقبل، فارتقناهم، بعد يتفرتقوا بيقوا بكذبوا فينا من بعيد، وإشاعات دارين الليلة الكذب والإشاعات دي نزحوا، عشان الناس نزحها والناس تعرف الدرب الحق وتسلكوا. والله الذي لا إله غيره، وما عندنا رئيس جماعة، أفهم الكلام، رئيس التنظيم ورئيس الجماعة، وإذا أمر محاضرة ولو في تأصيل التوحيد تقيف الرئيس، يقول تقيف، أي بنوقف ذاته، بنجلد صوتين بورا ولا بقدام ويشوف دربه. والله وقف دعوة التوحيد
والدعوة دي كلها قائمة على التوحيد وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعظم الأكاذيب التي تنتشر والتي نشرها بعض الجهلة وبعض الزنادقة وبعض الملحدين وبعض المنحرفين هي الأكاذيب عن الله سبحانه وتعالى، وده أكثر موضوع بهمنا. قبل الأكاذيب الحولنا والبرموة فينا نحن، في أكاذيب كذب أقوام على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في ناس قالوا: لا لا يا الله، أنت عندك ولد. اليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. والكفار الأوائل قالوا: الملائكة بنات الله. وده كذب على الله سبحانه وتعالى. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اثنين، في ناس كذبوا على الله قالوا: الله إبليس. عديل كده قالوا: الله إبليس، وما إبليس ساي عليه الصلاة والسلام. في الكتاب ده أنا كلها بطلع عليك إن شاء الله بالوثائق يا حاج الشغلة دي. في بتاع حمير برضو كذبوا علينا كلهم إن شاء الله، في حاجات قطعها في حاجات خليها بعدين نشوفها. ونفتح لك فرصة بعدين. ناس كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وناس كذبوا على الله. ذين ما بكذبوا علينا نحن؟ شابكننا باسطة ولبن، دي كذبة صغيرة جدا وعافينا لك كويس، خلينا الباسطة إن شاء الله بناكلها ونشرب اللبن. تاني في شنو؟ وياكل في القرض. ولك مشددين تاكلوا، وانتم مشددين لابسين كيف؟ هسه انا جاي من نزلت من الركشه هنا، كان عارف كذا، كان جيت وصلت بها لحد هنا ونزلت ورا الشجر. انت عارف نزلت من الركشه، الشارع ده شت رجالا ونساء، برفع راسي بعينه تحت وبتاع الدفار ياشر. في شنو يا اخ؟ ما جلابيه قصيره في شنو يعني؟ والله ناس يحيروا مره واحد كلهم عينه ياشروا جلابيه قصيره وما في شيء. الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم، قال: فما كان اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. وفي بدايه الحديث، الحديث في سنن ابي داود من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازره المسلم الى نصف الساق، ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ذي احاديث. فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. نحن خايفين من الكلام ده عشان كده قصرنا. طيب، ده كتاب اسمه طبقات الكبرى، المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، تأليف أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري أو المصري المعروف في الشعراني. وده البرعي مدحه، قالوا: سيدي الشعراني الناشر لعلم الله في مصر المؤمنة. القصيدة صفحة 107 من الجزء الثاني من الكتاب ده، قال فيه: قال الله إبليس. قال الله ده ما كذاب، كذب ذاته شين. ولو قال أنا إبليس ذات شينه، خلي تقول الله ذاته سبحانه وتعالى. عليك الله يهود قالوا كلام زي ده، نصارى قالوا كلام زي ده، وتتكلم معانا يقول لك حرفتوا الكتب، وانتوا خالينا لاس ليه؟ ما لقيت صوفي واحد رد على الكتاب ده. وريني بس صوفي واحد رد عليه. هسي انت بكره الف لك كتاب وانسبه لنا نحن فيه كذب، شوف من رد عليه. تجي تلقى المؤلف فلان الفلاني،
والمحاضر ذاته بتاع الرد تلقى ذاته المؤلف النسب للكتاب بالكذب، لكن كله لف ودوران. يقول لك والله يا أخي الكوثري قال الكتاب ده فيه حاجات مدسوسة، ورينا ليها كلام عام سايه، ورينا الحاجات المدسوسة. ولو ده فيه حاجات مدسوسة برضو بتاع إسماعيل البغدادي برضو فيه حاجات مدسوسة، برضو بتاع البرع حاجات مدسوسة، وبرضو بتاع زي الرياض عبد المحمود نور الدائم حاجات مدسوسة. معناها الطريقة دي كلها شنو؟ كلها مدسوسة، وقد خاب من دساها. دسوها وجابوها من وين ما بعرف. طيب صفحة 107 قال بيحكي عن شيخ اسمه محمد الحضري في الكتاب ده، قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أو السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. صفحة 107 كذب عن الله سبحانه وتعالى. ومصائب كثيرة نحن عشان دارين نسمع من الناس وبعد ذاك نرد إن شاء الله، نفتح فرصة للحوار والنقاش بعد ذاك في غنابل ثقيلة هنا إن شاء الله بمرقة في وقتها. وفي ناس بندون حبة عند اللزوم، بيكون صوفي صغير خشى بالغلط في الصوفية وقال ده الدرب، إن شاء الله بيخش هنا بيقوم به لغم بيخلي الصوفية والطريقة وبيشوق دربه تمام. والله في أخو مسلم برضو بيكون جديد غشوه ببطاقة الترحيل، ووك عليك الله بطاقة الترحيل أخلي بعد دين كلها خمسة كنباء خمسة مقاعد وورا ذاته مسافة تصل بتكون وصلت المحطة الدار تنزل فيها تكون قربت منها تخش بها يغشوك. والله الذي لا إله غيره مصائب كلها ولف دوران وبتاع المصائب ده. شفت جماعة الإخوان المسلمين ده ديل في البلد دي وخاصة في الجامعة دي لخبة ولخبة ما يعلم بها إلا الله تعالى. مرة في الداخلية دي قبل 6 سنة ولا 5 سنة داخلية الجديدة مشان البرالمة ننصحن، وقفت أتكلم واحد قال لي عندنا محاضرة برا ما شايفة، وأنا شايف الكراسي برا والحاجات. قلت لا أنا بديهم إن شاء الله 10 دقائق ولا 5 دقائق وبعد ذاك اللي مرقلك كان أصله دار تمرقن. لا لا ما في طريقة، قال لي ما في طريقة أنا كذي هو المناشط وما المناشط لمحاضرة. مركت برا قعدت طرفت بجنبه اشتغلوا قرآن أول شيء، بعد تموا القرآن ختموه ببدعة. طبعا في بدعة بجيبوها الرسول ما قاله، صدق الله العظيم دي الرسول ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال صدق الله العظيم. عظيم شفتها كلمة العظيم دي الزبزبات بتاعت الصوت ما انتهت في الجو، دوروا الطربانة طوالي ترم ترم. ووك أنا ذاتي لا وسط قلت أرقص ولا شنت خارج مشيت بعيد. والله الذي لا إله غيره بعد أيام في واحد اسمه سحاب ولا منو عيان، طبعا قبل كم ركن جاينا دي فاك منه وينو سحاب ده قاعد هنا بيجي ده اسمه سحاب ولا أظنه بيسحب ما بعرفه، كل مرة عنده وساوس عيان الزول مجنون. وليس على المريض شنو حرج، لكن هم بيرسلوه يسوي لنا إزعاج. ده الجو خشوا الطلبة بصلوا في النافلة بعد الصلاة جماعة الإخوان المسلمين ديل، ونحن عندنا كتب وطوام لهم أخطر من الكلام ده. خشوا الطلبة بصلوا في النافلة، خش لهم قال لهم يا طلبة جوا الجامع بعد الصلاة، الصلاة انتهت الناس بتنفلوا استقبال الطلاب والطالبات الجدد مع عصام محمد نور والدعوة عامة والبصاد برا. عصام محمد نور ده مش فنان، الجماعة بتنفلوا تموا النافلة جاسفوها من غير تشهد ولا تموها، المهم سريع سريع ركبوا بيقوا مارقين واحدين واحدين غاية الحاصل ما بعرفه جوا الجامع يدعوا للغنى. فدي كلها بلاوي، نحن إن شاء الله بنفتح فرص للصوفية والأخوان المسلمين وللكل. وفي بعض الحزبيين عندهم برضو مرض عيانين وكذي برضو بنفتح لهم فرص إن شاء الله. أي كذبة جديدة ولا قديمة نسمعها ونرد عليك إن شاء الله، فرصة للحوار والنقاش.